طب السؤال الثاني معلش، كم رضعة تكون يعني لو ليا مثلا بنت خالي كم رضعة تتحسب تبقى محرمة عليا؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، يرى الجمهور أن الرضعة الواحدة تحرم للعمومات كقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم بدون تقييد، ويرى بعض العلماء كالحنابلة أن الذي يحرم ثلاث فصاعدا لحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الأملوج ولا الأملجتان، فقالوا إذا الذي يحرم ثلاثة، الجمهور حملوا ذلك على المصة ليست الرضعة المشبعة. أرى الشافعية أن خمس رضعات تحرمنا، حديث عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مشبعات يحرمنا فنسخنا، عشر رضعات محرمات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسوله وهن فيما يتلى من القرآن. طب احنا لو خدنا بمبدأ الرضعة الواحدة خلاص بقت محرمة. أحسنت